اسجل الاسكليوفير ترانسفيت بريفنت الدي ان اي ريبليكيشن عن طريق طريقتين الاسكليوفير ترانسفيت يسوي انهبيشن او سوري يعني يمنع الدي ان اي ريبليكيشن. شلون؟ اول طريقه انه اتس يعني تقريبا هو sufficiently similar تمام sufficiently similar to the normal deoxy guanosine triphosphate يشبه deoxy منو هذا الاسكلوفيت ترانسفيت يشبه لي منو يشبه لي deoxy deoxy guanosine triphosphate تمام هذا يشبه هذا ف it can bind to DNA polymerase ويسوي inhibition هاي اول ميكانيكية حتى يسوي prevent للدي ان اي replication. ثاني ميكانيكية انه الـ DNA polymerase هذا catalyze the attachment of the nucleotide malesclovir nucleotide into a new growing DNA chain. يعني هيربط لي nucleotide malesclovir DNA سلسلة DNA قاعد تنبني تمام يربطها هاي بهاي. فش هيصير عندي بإضافة انه انا عندي incomplete sugar ring incomplete sugar ring وعندي lack of hydroxyl group okay عندي يعني sugar يعني عندي sugar ring هم مكتملة بإضافة لأنه hydroxyl group ما عندي على position 3 تمام فشو هيصير عندي nucleic acid فnucleic acid هذا الموجودة إحنا مقلنا قاعد نربط النيوكليوتايد مال الاسكلوفير ب growing DNA chain يعني هي قاعد تنمو قاعد عفو تستنسخ السيسي او شريط الدي ان اي قاعد يستنسخ وانا جبت لزقت وياه نيوكليوتايد من منهم الاسكلوفير فهنا أنا بسبب انه ما عنده الشوجر الرينج شوجر وبسبب انه ما عنده هلاك ذي هيدروكسيليتد جروب ات بوزيشن 3 فهنا أنا النيوكليك اسيد وونت بي فوردر اكستندد راح يوقف يعني راح يوقف الاستنساخ من القواعد النيتروجينيه تمام يعني اللي يتكون لي شريط الدي ان اي فراح يوقف استنساخ فهنا راح يوقف توقف عندي عمليه الدي ان اي ريبليكيشن تمام فهذا يسموه هذا الدروج يسموه تشين تيرمينيتر قاطع للسلسله تمام